نسيت الزراعة، نسيت كل شيء، لحد معه 100,000 دولار بحطها بالبنك ياخذ فايدة عليها وينسى أرضه. عملنا حملة نزرع قمح بمنطقتنا، منطقة اسمها القويطيع. ناس أجابت هذا الشيء، المغتربين عطوا أرض، ناس تبرعوا بقمح وناس تبرعوا بفلاحة، وهلا مثل ما انك شايفة عم نزرع أراضي، عم مد عينك في النظر، أرض ما حدا يعني ما حدا عم يعمل فيها شيء، جينا نحن عم نجرب نرجعها للحياة. أسسنا شيء اسمه مجلس إنماء القويطيع، عم نأسسه هن شباب وبنات من المنطقة، كل واحد باختصاصه. عملنا لجان طبية وتربوية وزراعية وإعلامية ومدنية، كل حدا باختصاصه عم بيشتغل على مشروع معين بالمنطقة، رح يبصر النور بالأيام القادمة. يعني رح نفتح فرن قمح اسمه مجدلو، ونوزع خبز صاج على العالم بسعر أرخص من السوق، وكمان نطلع مصاري ربح كرمال شو، كرمال الحصد وكرمال الكيماوي ما نحطه، يعني شوية اكتفاء ذاتي نحن بشغلتنا مشان ما نعوز حدا. متكلين إنه الإنسان وخيو الإنسان بيقدروا يحطوا إيدهم ببعضهم كرمال توصل للنتيجة. نحن عم نشتغل للمجتمع، للإنسان، مش لشخص معين، مش لحزب معين، مش لفئة معينة. اجتمعنا مع بعضنا شباب وبنات، قررنا نحط ايدينا بايدين بعض بسبب الاحوال الطارئه اللي عم يمرق فيها لبنان. بلشنا اول شيء بالزراعه لانه هي اهم خطوه. جيت لهون تا ازرع قمح مع رفقاتي بجروب ان في دي لانه ما في قمح هون بلبنان. عم نزرع على الارض لانه بلبنان ضعفت الزراعه، فنحن هلا عم نرجع نزرع مشان تا ما نضطر نستورد من بلدان برا ونشتري من عندهم. هلا عم يغلوا الاسعار، فاحسن شيء انه نزرع قمح.